كنا نشتغل ومعنا تصريح أمورنا تمام 100%، تفاجأنا اجوا علينا أخذونا، فرجيناهم التصريح ساري المفعول وكله تمام. تفاجأنا ما قلنا لهم إحنا بس من غزة، يعني ما كملناش بس كلمة إحنا من غزة. صار خبط وضرب وسناني وفتحوا لي شفتي، سناني كلهم هدول بتخلخلوا إلي يومين. هو الجيش، الجيش ولي ثلاث أيام باكل شو ولا بشرب سناني يعني كلها، يعني الأمور تمام. اللي مسجلين عندنا أصبحوا بحدود 600 عامل، ولكن في أعداد قاعدة بتزيد، في أشخاص وصلوا للقرى ولسه ما وصلوش للمدينة، في أشخاص لهم أقارب وتوجهوا عند أقاربهم، ولكن الأعداد اللي وصلتنا في الليل بحدود 600. طبعا إحنا يعني أنا بقولها بكل صراحة زي أيام الكورونا، صار اللي وصلونا بالأول كانوا في الفنادق، ولكن اللي صارت تتوزع على الفنادق المحافظة، ولكن الأزمة اللي صارت في الليل اللي هم طبعا هذا الاحتلال بيحاول انه يقهر كل فلسطيني، تم الاعتداء على العمال، في تكسير اسنان، في اصابات حاولنا حصرها والعمل على معالجتها اليوم. نفسي انا اروح عند اهلي حتى اموت فيهم، والله ما بندرى عن اهالينا حاجه، الله يعينهم الله يكود لهم. واقول لك وحاسس انا في خبر يعني، بس هم مش راضين يشعرون، في عندنا ميتة، ابن اختي مات، وابن عمي مات، وجاره مات، ودورنا تهدمت وتدمرنا. اقول لك والله ضاري لروح، ضاري ما نعرفها وين حارتي. نظار من بعد يمكن 2 كيلو بشوف البحر، كشاف نظافخ دمرونا حسبي الله ونعم الوكيل والله.